السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم مائدة الفطور ديال الشتاء. نصوبوا واحد الحساء تاع الشعير ودي نصوبوا اتاي ودي نقدم لكم طبلات الفطور ان شاء الله. هنا عندنا 100 غرام تاع سميدة الشعير. السميدة هاد الرقيقة ماشي ديك الغليظة، هي هاد السميدة راه عندنا فيها بزاف ديال الانواع، ولكن حنا محتاجين هادي. هانتوما كتشوفوا راها مسطى، ماشي ديك الغليظة، ماشي ديك الرقيقة اللي فيها الطحين، يعني غير الحبة ديال الشعير على راسها. هانتوما كتشوفوا هنا عندنا 300 مليلتر ديال الحليب، هادو بالنسبة للحساء. عندنا هنا معلقة صغيرة نتاع النافع، يعني اليانسون مدقوق. عندنا هنا جوج عود القرفة كبار، عندنا الملحة، عندنا خلاص الماء طايب. هذا بالنسبة للحساء نسبقه هو الأول. هنا عندنا باش غادي نعمرو أتاي، عندنا لقامة، عندنا الشيبة، عندنا السكر، عندنا حبوباتاي. هذا ولكن حتى نسبقو بعدا الحساء هو الأول عاد باش ندوزو لأتاي. عندنا هاد كاين اللي كيقول لها سميدة الشعير، كاين اللي كيقول لها البلبولة الشعير، يعني هي راه عندها جوج أسماء. سميدة الشعير راه حنا منقينها، هنا سميدة الشعير ديالنا غادي نغسلوها. الماء راه حنا رادينو كيغلي، يعني هاد الشيء مع الفطور بنادم كيكون زعما خصو باش الأطفال يفطروا ويخرجوا للمدرسة، لأن الفطور هو الأساس نتاع النهار كامل. حنا غسلنا هاد يعني السميدة أو البلبولة، غادي نصفو عليها، غنديروها في الطاوة ديالنا. هنايا درنا البلبولة الشعير في الطاوة، حنا غسلنا هاد العويدات القرفة حتى هما نديروهم. هنا دابا غادي نزيدو يطرو ديال الماء طايب. فاش كتفيق السيدة وهي كتوجد وهي كترد بدا الماء هو الأول يطيب. حنا درنا يطرو نتاع الماء طايب. هنايا غادي نحركوها، حركناها، نزيد واحد المعلقة صغيرة د الملحة. والملحة كما كيسبقي وكنقول لكم دائما الملحة على حسب الذوق، ولكن هاد الكمية اللي عندنا غنحتاجو لها معلقة صغيرة نتاع الملحة. غادي نحركوها وغادي نردها فوق البوطة وغادي نخلصها، نخلي العافية عادية حتى تغلي لنا الطاوة. فاش تغلي راني غادي نقص عليها ونخليها طيب على الملح. هانتوما هي دابا العافية عادية، يعني ماشي مجهدة، ماشي قليولة، هيا كتغلي الطاوة ديالنا. هانتوما كتشوفوا ديك الكشكوشة راه الساعة اللي طيب راه ما تسبقاش فيها، هانتوما كتشوفوا. غادي نخلي هكا الطاوة، كي تنقولوا الطاوة منفسة، لحقاش الا سديناها غادي تفيض لنا، ما خصناش نسدوها باش ما تفيضش. هي بعد ما دازت 10 ديال الدقائق، هانتوما كتشوفوا، هانتوما كما قلت لكم ديك الكشكوشه ما كتبقاش وهي طايبه، راني قلبتها طايبه. ليش عجبتكم ديروا ديك السميده الرقيقه غير هي ما يكونش فيها الطحين، يعني دغيا 10 دقائق هي واجده حيت درنا لها الماء سخون. هنايا الماء طايب، هنا عندنا هذا الحليب، نزيدوا فيه هذه المعلقه هذه نتاع النافع، معلقه صغيره. انا هنا عندي مدقوق، وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتوا ديروه مدقوق بغيتوا ديروه حب، كما زعما كما كان كيجي زوين. هنا كنديروا هذاك سميتو، كنخلطوه مزيان. الحليب هنا راه هو بارد، لحقاش الا درنا ديك المعلقه وهي مدقوقه درناها في السخون غادي تكور لنا، ولكن الا درناها في البارد راه ما كتكورش. كنتو غادي ديروها حب راكم ديروها في يعني في الطوانيشان. هانتوما غادي نزيد هاد الحليب على هاد، هانتوما تشوفوا راه ما بقاش فيها الماء، راه قاصحه. هانتوما يعني ماشي نقول لكم راه باقي فيها الماء ولا هذا، راه ماشي ناشفه كاع. هانتوما كتشوفوا هنا غادي نزيدوا هاد الحليب، حنا كنحركوها اختصر كندورقوا لها المليحه ديالها. هنا غادي نردوها تغلي، غير غادي تغلي عاد صافي نطفي عليها البوطه. العساء ديالنا راه هو درك الحليب راه هو كيغلي، كتدقوا له الملحه، خاصه الملحه كتزيدوه. هنايا دابا غادي ندوزو لاتاي، لا هو هذا كادي يطيب واتاي غادي نوجد. هنايا كنقطو هذا الحبوب الاتاي، هانتوما هذا بالنسبه للبراد نتاع يطرو لارب ديال اتاي، كنديرو معلقه يعني المعلقه الكبيره كنديروها عامره
حبوباتاي ونديروها في البراد. واللي كيبغي يزيد راه كيزيد، اللي كيبغي اتاي يجيه قاصح. انا بحال دابا يطرون لارب درت معلقه كبيره، ولكن نتوما اللي كيبغي اتاي يجيه قاطع يمكن له يدير حتى المعلقه ونص. هنايا انا درت هاد حبوباتاي، غادي نجيب الماء غليان وكان كنجيب الماء طايب وكنكبو على ديك الحبوبات تقريبا نقول لي واحد الكاس نتاع الماء. غادي نغطي البراد، غادي نخليه الماء كامل عليه حتى واحد 4 دقائق باش نصفيه. هنا الماء راه ما كنخليهش حدايا، يعني كنردو باش يبقى فوق البطاريين. هنايا كنقبطو ديك اتاي حبوب الحبوب د اتاي، كنديرو له ديك هكا كندورو كنحيدو. يعني هادي شو كنقولو لها؟ كنقولو لها التشكيله. هادي كنحيدوها. ديك اتاي كيتشلل، ما كيبقاش فيه ديك الغبره ديالو وهذا. هنايا دابا ان شاء الله غادي باش نعمرو هنا الشيبه. ما كنديروش هنا هكا في البراد، كنديروها هكا في الكويس. الساعه اللي غادي ندير هنا الماء غادي نكب عليها حتى هي الماء. القمر عندنا مغسوله، يعني بحال دابا مثلا يطرو لارب بحبوباتها. هانتوما كتشوفوا يعني واحد الربطه اللي كت هكا، يعني واحد الكمشه كبيره ديال القمه. هنايا بالنسبه للسكر، هذا يطرو لارب راه كندير فيه 4 دلي مورسو. هذا المعروف د اتاي، هذا الكبير ماشي الصغيور، الصغيور د القهوه لا، هذا الكبير هذا كندير منه 3 ديال نتاع الطوبات وخلاص. واللي كيبغي اتاي يجي حلو راه كيزيد، واللي كيبغي اتاي يجي مسوس راه كينقص. هنا الماء راه عندنا غليان، يعني كي كنقولو حنا راه طالق السبوله ديالو. ها كنكبو تما، نعمرو غادي نسدو وغادي نردو فوق البوطه يتشحر. عافيه فاش كنردوه يتشحر كنديرو على واحد العافيه كتكون مهيله، ما نجهدوش البوطه باش ماشي دغيا دغيا يغلي ويفيض، خصو يتشحر على المهل. هنا هاد الشيبه ديالنا هادي راه كنديروها هكا في الكاس، يعني كي تنقولوا حنا كنشللوها حتى هي، واخا راه مغسوله عندنا ولكن فاش كنديروا لها هاد المطايب يعني كتزيد. الا كانت هي الشيبه كتكون مجهده كتزيد كطلق ديك المروره ديالها، يعني كنشللوها مزيان هكا. دابا هذا الشيبه كيبقى الاختيار، كاين اللي كيدير لها هكا، انا مازال ما شحرتوش يعني باقي ما ديتو يتشحر، كيهز هاد الشيبه من هنا وكيديرها في البراد. وكاين اللي ما كيبغيش ديك الطيبه الشيبه مجهده، حتى كنشحروا البراد وكنهزوها ونديروها فيه. هانتوما تشوفوا الحساء ديالنا هو واجد، هو كيغلي. البراد اتاي ديالنا هانتوما كتشوفوا هو كيتشحر عافيه مهيله. وفاش كنديروا البراد راه حنا ماشي كنديروه ونعريوه، كنغطيو البراد وكنديروا العافيه مهيله تقريبا ديك نص دقيقه هو كيغلي فوق البوطه. هنايا هو بعد ما تشحرنا اتاي ديالنا كنهزو هاد الشيبه. هذا اتاي ديال البرد ضروري كتكون فيه الشيبه، لان الشيبه سخونه هكا. هانتوما تشوفوا اتاي ديالنا كيجا، هانتوما المائدة الفطور ديالنا هي واجدة، يعني الفطور ديال الشتا والبرد ماشي ديال رمضان. هنايا هانتوما كتشوفو هكا كنكونوا صوبنا مائدة الفطور، وكنتمنى يعجبكم. وما تنساوش الانخراط في القناة ديالي على اليوتيوب،
وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحة وراحة.